مرحبا يا أطفال، حصتكم المفضلة مع عمو يزيد تجيكم هذه المرة بمناسبة اليوم العالمي للاجئين. لا جورني انترناسيونال دي ريفوجي. نقول لكم اللغز، عبالكم تسنوا كاع في اللغز على بالي. الرادو والشاطر يعطينا الحل، حكاية فيها عبرة حكمة مثل. علي النمر ولد في 16 مارس 2000. عمو يزيد داركم هذه الأغنية بيتي، تغنوا كامل معايا بيتي، يلا. بيتي بيتي أحلى بيت، فيه ولدت وتربيت. بيتي بيتي أحلى بيت، فيه ولدت وتربيت. أنتم تاني اللي حبيتوا تجوا تحضروا معنا وتفرحوا كما هاد الأطفال، ما عليكم إلا توجهوا الموقع الإنترنت عمويزيد.com بالضغط على الزرار أراء وملاحظات. استنونا في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت. سلام، نحبكم يا أطفال. في فناء البيت دجاجة، خلفها كتكوت يجري، وصياح الديك يدوي من بعد طلوع الفجر. في فناء البيت دجاجة، خلفها كتكوت يجري، وصياح الديك يدوي من بعد طلوع الفجر. بيتي بيتي أحلى بيت، بيتي بيتي أحلى بيت، فيه ولدت وتربيت. عيد ميلادك أحلى عيد، تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدولو، هيا نصفق ونغنيلو، تعالوا هلموا إلينا نضفوا مع عمو يزيد.